اروح مع حضرتك كده نخش بقى في المفيد على طول بقى. المفيد. اصابات كتيره قوي وقبل بطوله كبيره قوي، ايه القصه؟ صعب كده جدا على الاهلي ولا على المنتخب؟ على الاهلي. لا مساله غريبه جدا بصراحه. يعني كل الاصابات مركزه في لعيبه الاهلي تحديدا، صحيح، يعني بشكل مكثف. جانب يعني تاثير المجموعه حتى اللي بيلعبوا وتاثيره مع الفريق، يعني لما يروح راح الامارات ويشتغل في المونديال في النسخه السابعه اللي بالنسبه له، فطبعا دي تأثير. يعني انا يعني عايز اقول ان انا قلبي مع موسيماني ولعبت الاهلي في هذه البطوله. هو كان ليه كذا تصريح اللي هو الراجل فعلا بيقول انا يعني الوضع غريب جدا. يعني معترك مش متكافئ. صحيح. صراحه يعني معترك مش متكافئ. في عناصر كثيره جدا في الاهلي يمكن هتلعب لاول مره هتشوف هذه النوعيه من اللاعبين. احنا قلنا القايمه فعلا في الحلقه في البدايه. فيعني صعب جدا، بس طبعا يبقى روح الاهلي مهمه جدا. نهاوند وكريم ان هم يعني تفرز نخبه جديده من النجوم في هذه البطوله. بس قلوبنا عندهم لان هم يعني اول احتكاك بقى حقيقي. طبعا في كاس العالم للانديه، مش حتى في مثلا كاس الرابطه في الدوري الممتاز، لا كاس العالم للانديه، فحاجه تخض. ده بعضهم ما لعبش بطوله افريقيا اصلا اللي احنا خدنا لقبها للمرة العاشرة، ما شاركش في هذه النسخة الأخيرة. صحيح. فبالتالي يعني خبراته الدولية والأفريقية يعني قليلة أو منعدمة. بس برضو في مساحة لوجود مفاجآت، مش كده برضو؟ ممكن تبقى اللي هيحصل ده ممكن يبقى ميلاد مجموعة جديدة من النجوم. دي كريم نسخة التحدي في مشوار الأهلي خلال مشاركاته في بطوله كاس العالم للانديه. انا افتكر انا شاركت في خمس تواجدت في خمس نسخ قبل كده، منهم الثلاثه الاولى بتاعت الاهلي في اليابان، وافتكر رساله من موسيماني، عفوا من مانويل جوزيه. يعني احنا في النسخه الاولى 2005 طلعنا في المركز السادس، بس الراجل واقعيته كان الاهلي في ذلك الوقت في قمه مستواه، يعني بيتكلموا عن ارقام قياسيه، مفيش اهداف بتخلص شباكه، بطل افريقيا بسهوله، بطل الدوري بسهوله، فبالتالي يعني كان مميز جدا الاهلي. بس لما راح اليابان في النسخه الاول مشاركه يعني اهتز جدا وخسر قدام اتحاد جده في اول مباراه، ودي عطلته كتير يعني ان هو يقفز الى مستويات اكثر. فبالتالي افتكر رساله مانويل جوزيه وهو قعد معانا في منزل السفير بعد ما خلصت البطوله تقريبا، فجمع الاعلاميين الموجودين معاه قال لهم انا المسؤول عن هذا التاخر لفرقه النادي الاهلي. ليه يا عم خواجه؟ قال انا ما جهزتهمش نفسيا لهذا الحدث الكبير. وده اللي بيتكرر النهارده. طبعا ده اللي بيتكرر النهارده، ان عدد كبير جدا من اللاعبين لم يعني يتحط في موقف الاحتكاك العالي قوي ده. فبالتالي موسيماني وكابتن زلعه ابو حفيظ ورئيسه البعثه كله مطالبين ان هم يجهزوا اللاعبين نفسيا، ان هم يخرجوا كل اللي عندهم ويكون عندهم ثقه وياخدوا شهادات ميلاد نجوميه من هذه البطولة. طبعا هي تحدي صعب جدا، خاصة ايه بقى؟ خاصة المباراة الأولى مع مونتيري المكسيكي. مونتيري المكسيكي ده بيننا وبينه طار. في الأهلي في بطولة 2006 غلبوا 2-1، واللي هي البطولة اللي حقق الأهلي فيها أول ميدالية برونزية. فبالتالي بيننا صحيح في 15 سنه فرق، بس يعني الطار موجود والكره المكسيكيه كره عاليه جدا وسريعه ومهريه. طبعا. بس احنا قادرين ان شاء الله يا رب ان احنا نكون على المستوى ونكسب بعض نجوم الاهلي الجدد في هذه البطوله ان شاء الله.